نتنياهو أصلاً عنده كتل ضاغطة حتى وإن كانت في بعضها ليست عظيمة التأثير، يعني الحريديم على سبيل المثال، يعني أنت عندك أهل الأسرى بيضغطوا وبيعملوا مظاهراتهم وما إلى ذلك. بعض من المستوطنين الحريديم يعني خدوا قرار إن هم هيقفلوا شوارع القدس، القدس بتاعتنا المحتلة، واقتحموا قاعة المحكمة العليا خلال نقاش التماس يفرض الخدمة الإجبارية عليهم في جيش الاحتلال. أنت عارف إن الحريديم ما بيخشوش الجيش هناك، يعني بالنسبة لهم إن هو يخش الجيش دي حاجة بالنسبة له هو يشوفها حاجة ما هياش حرام، هي أقرب للحرمانية يعني قريبة. فلقوا إن في التماس معمول، يلا بينا ده احنا هندخل الحريديم هم كمان الجيش. طبعا بدأت المظاهرة ضد التجنيد الإلزامي خارج المحكمة العليا في القدس، ودخلوا قاعات المحكمة وانت شايف جزء يمكن من هذه التظاهرات، و دي لقطة دي أنا شفتها اللقطة دي، وهكذا. عنده مجموعة تانية اللي هم حراس المدينة، ودول برضو عدد قليل يعني، وهم أصلا مجموعة يعني حراس المدينة جزء من الحريديم اللي موجودين هناك في داخل الكيان الصهيوني، وبتوع حراس المدينة دول بقى اللي أصلا ضد فكرة إقامة دولة اسمها إسرائيل، يعني بيشوفوا أنه ده حرام، يعني بالنسبة لهم ده حرام وأنه ده ضد التوراة وأنه ضد كل شيء. هل برضو حراس المدينة كتلة مهمة؟ لا، هماش كتلة مهمة ولا حاجة برضو، لأنه دايما العقل العربي، العقل العام العربي عقل عاطفي، ينظر إلى هذه الأمور، شفت ده في حراس المدينة مش عاوزين إسرائيل، شفت ده مظاهرات الحريديم. لا، هو الحريديم بالمناسبة بيتظاهر عشان ما يخشش الجيش مش علشان السلام، عشان برضو تبقى فاهم. لكن في النهاية الداخل الإسرائيلي ملخبط. طيب خليني أولا أرحب بضيفنا العزيز الدكتور أشرف عكا، خبير أشرف عكا خبير العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور أشرف. أهلا وسهلا تحياتي لك دكتور أشرف. يعني مهم جدا أن احنا نحاول نفهم قدر الاستطاعة ما الذي يدور قدر الاستطاعة في عقل بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم. هذا الرجل يماطل ويماطل ويماطل ويريد إطالة أمد الحرب إلى أبعد الحدود، في حين أنه لا داخله مستقر ولا خارجه مستقر إقليميا أو حتى دوليا. ما الذي يريد هذا الرجل؟ هنشوف، هو الآن يعيش حالة من المساومة ويريد أن يرتب أوضاعه الداخلية عبر صفقة. هذه الصفقة قد تكون حكومة وحدة وطنية يكون عمرها سنة أو سنة ونصف، من أجل أن يضمن مستقبله السياسي حتى لو وافق على مقترح بايدن. أضف أنه يعلم تماما أن المعارضة الداخلية من ائتلاف وأمثال سموتريش وبن غفير لن تؤثر عليه، خاصة أن بايدن وضع الأمور يعني على المحك ووضع نتنياهو بالزاوية، أن هذا مقترح إسرائيلي، وهو أنا أقول هو المقترح المصري الذي تم التوافق عليه والذي حضره وشهد عليه رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، والذي أنكرت إسرائيل واتهمت بيرنز بأنه يعني ضلل إسرائيل ولم يكن حريصا على مصلحة إسرائيل، وبعد ذلك بدأوا بالتهم تارة نحو مصر وتارة نحو قطر وغير ذلك. هو الآن يريد هذه الصفقة الداخلية، وهذه الصفقة بحدها الأدنى أن تكون حكومة وحدة وطنية على سبيل المثال، أو تشكيل ما، أو أي طريقة تضمن مستقبله السياسي، أو بالحد الأدنى ألا يذهب إلى التحقيق وإلى تلك المحاسبة على ما جرى في 7 أكتوبر. لهذا على سبيل المثال هو حاول تعطيل أو يحاول تعطيل أن تكون رئيسة المحكمة العليا السابقة هي المسؤولة عن لجنة التحقيق، وحاول أن يتدخل في تشكيلة القضاء وأن يكون المحققين ليس قضاة بهذه المسألة. إذن هي محاولة للمساومة. أضف إلى ذلك يساوم الولايات المتحدة على مسألة لها علاقة يعني بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. هذا المسار يسعى نتنياهو إلى جهود أمريكية وغربية من أجل ألا يصدر بحقه هذه المذكرة، وهو يعلم تماما أنه لا يمكن له التهرب أو تعطيل أو إفشال هذا المقترح. وإذا أفشل هذا المقترح، وكما أشرت أنت في معرض المقدمة،
أنه نعم المنطقة ستذهب نحو ذلك التصعيد الكبير، وهناك رسالة من مصر وصلت لهم أن الدعم الأمريكي والدعم الغربي لن يجعلكم قادرين على القتال أو القتال على أكثر من جبهة وعلى جبهات يعني ممتدة ومتسعة، وأن 7 أكتوبر يدوب بروفة صغيرة يعني على ما يمكن أن يحدث في المستقبل. ولاحظنا خلال الساعات والأيام الماضية جبهة جنوب لبنان بكثافة النيران وباتساعها وبامتدادها وبنوعية العمليات العسكرية التي نفذت واستهدفت أهم المراكز والتي وصلت إلى حد القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي، هذا دليل واضح على التحضير الجدي لمستقبل المعركة مع هذا الاحتلال إذا رفض يعني العرض التفاوضي أو المسار التفاوضي عبر هذا المقترح الذي وضعه بايدن وقاله بشكل واضح، هذا مقترحكم عليكم أن تقبلوه ولا يمكن لكم إلا أن تسيروا وفق هذا المطار وفق تلك الرؤية. ولهذا تحاول الولايات المتحدة حشد الدعم لزيادة الضغوط وحشد الدعم الدولي لزيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على هذه الحكومة، وتكثف اتصالاتها مع دول المنطقة من أجل يعني كما يقال إقناع حماس، رغم أن هناك ترحيب من قبل حركة حماس وهناك اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، والكل يبدي تفاؤل جدي وتجاوب أو شبه تجاوب مع هذا المقترح. طيب هنا دكتور أشرف، ماذا لو أنه بنيامين نتنياهو قبل صفقة بايدن أو قبل المبادرة المصرية؟ في هذه الحال هل سوف يخسر سموتريتش وبن غفير؟ وهل هذه الخسارة سوف يعوضها نفتالي بنت وبني جانس؟ نعم، هذا مقترح، يعني أن يكون في هناك شبكة أمان للحكومة أو يتم تشكيل ما وترتيب ما كما تحدث ليبرمان وبيني جانس، وفي هناك تحرك لخارطة حزبية سياسية جديدة في إسرائيل، وقد يكون هو هذا المخرج إنجاز التعبير بين المزوجين، المخرج الوطني لهم بأن يشكلوا حكومة وحدة وطنية من هذه الكتلة ومن هؤلاء. يعني ليبرمان يعتبر يمين طبعا. يمين وسط، يعني قريب من يعني من تصورات اليكود الكليه في اطار حل الصراع والقضايا الجوهريه المتفق عليها بينهم، ولهذا قد يكون هو المدخل الوحيد والمخرج يعني السياسي الداخلي والعالمي لاسرائيل في اداره هذه الازمه. اما غير ذلك التصدعات وصلت الى حد النزاعات والخلافات ويعني وامتداد التظاهرات وانشقاقات وازمات حقيقيه يعنيها المجتمع الاسرائيلي، والمجتمع الاسرائيلي برمته لا يثق بهذه الحكومه، ليس فقط بما له علاقه بتوجهاتها باتجاه الحرب او باتجاه السياسه، وانما حتى على الاوضاع الاقتصاديه، يعني الازمه الاقتصاديه والسياسات الماليه والنقديه التي يقوم بها سموتريتش هذا وزير الماليه يؤرق المجتمع الاسرائيلي، هذا يعكس نفسه على التحركات السياسيه العامه، وهناك اليوم مدير 200 شركه ومصنع ومؤسسه يعني اقتصاديه خاطبوا نتنياهو بضروره يعني ان يوافق على هذا المقترح وضروره ان يتم التعاطي بشكل ايجابي مع المقترح، ورئيس الدولة يعني كذلك. إذا في هناك مواقف متطورة باتجاه الضغط على هذه الحكومة. أنا بتقديري أن نتنياهو مضطر للتنازل، ولا مجال له وهامش المناورة قليل، ولا يستطيع الابتعاد كثيرا عن يعني عن هذا المقترح، وقد يطيل النقاش الداخلي لأيام أو لساعات، ونحن عمليا ننتظر قرارات مجلس الحرب الذي يناقش المقترح وفي نفس الوقت يناقش كيف يمكن خلق بديل لحركة حماس. يعني هذا يعني أنا أقول من باب يعني التوظيف الداخلي وإيهام المجتمع الإسرائيلي بأن هناك تحت ما يعني يعزز من أهداف الحرب وفق الرؤية التي من أجلها ما بعد 7 أكتوبر. أنا أشكرك جدا يا دكتور، تشرفت بمكلمتك وبتحليلك الرائع، كل الشكر دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية. طيب